بداية يعني الفوز جدا جميل والاحتفال وبالنصر ورفع علم الكويت، يعني شعور وانت واقف على المنصة الشعور كان مختلط. شنو كان شعورك واحساسك اللي تقدر تنقله للناس وانت واقف في محفل دولي، الميدالية الذهبية معاك، علم الكويت ومن زمان وبعد إيقاف، في رسالة موجودة داخلك؟ طبعا شيء ما اقدر اوصفه، وهالشعور هذا يعني اي انسان يتمنى انه يرفع علم ديته ويسمع نشيد عن انقطاع فترة. فالحمد لله حققت هذا، والانجاز هذا اهديه لحضرة صاحب السمو امير البلاد شيخ صباح الاحمد جابر صباح وولي عهده، والى واشكر شكر خاص هم الى الشيخ معالي الشيخ ناصر صباح الاحمد اللي ساهم على رفع الايقاف وعطانا حافز ان نساهم نرفع علم ديرتنا الغاليه، والحمد لله على هالانجاز هذا. جميل ايضا هذا الدعم الابوي من حضره صاحب السمو امير البلاد والشيخ نواف الاحمد، يعني بعثوا لك ببرقيات تهنئه، شيء جميل لما يكتب لك سمو الامير وسمو ولي العهد تمام البطل علي الشطي وتحت توقيع سمو الامير او سمو ولي العهد، هذا الشعور شنو؟ طبعا هذا شيء وسام على الراس وعلى الصدر، مميز يعني عن يعني كل الكويتيين، يعني 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 الله يعني سبحانه وتعالى يعني يوفق الناس، ولكن هذا التوفيق وهذا التميز اللي انت فيه لما تعلقها باكر ويشوفونهم احفادك تقول لهم في السنه الفلانيه سمو الامير البلاد وسمو ولي العهد بعثوا لي برقيه تهنئه يهنوني فيه على هذا الانجاز، هل يعني هالشيء هذا يعني شو اقول لك، شيء لا يوصف. يعني انت امير ديرتك الله يحفظه يدز لك بعد ما ترجع رساله، هذا شيء يعني وسام على الصدر الصراحه، شيء افتخر فيه بكل مكان بكل وقت، فالحمد لله يعني شيء ما اقدر اوصفه، وصراحه يعني الله يحفظهم ان شاء الله ويرد الامير سالم الى ديرته وان شاء الله الصحة والعافية. في القادم من أيام هذا الدعم الأبوي من حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد يعطيك الحافز أن علي لازلت في شبابك ولازلت في عنفوانك وقوتك في لعبة الكاراتيه، في القادم من أيام بعد هذا الإيقاف وهذا التوقف راح نتكلم عن فترة التحضيرات، يعطيك الأمل والدافع أن تحقق ميدالية ثانية في مثل هذه الرياضة؟ طبعا هذه مسؤولية كبيرة، ولازم واحد قبل ما يحقق هالميدالية هذه لازم يتحملها ويعني يسعى وكل اجتهاده وهذا أنه يحافظ عليها، لأن الوصول سهل بس المحافظة وايد صعب. جميل، احنا راح نتكلم بكل شفافية، ما عندنا اللي هو نظام ان احنا نخبي شوية أمور. انت مريت بظروف جدا صعبة أمانة، على الرغم انك حققت الذهبية، لكن هذه الذهبية ما جت نتيجة لترتيبات وتحضيرات عادية. أنا اللي سمعته منك وإحنا برا الهواء أن تدريباتك وكثير من أمورك وإنجازاتك ومعسكراتك على حسابك الخاص. طبعاً عقب الفترة اللي مرينا فيها كان الرياضة متوقفة، فبالتالي ما في بطولات واحتكاكات رسمية. ما كانت رسمية، كان كلها على نفقتنا الخاصة، كنا نشارك ونسعى أن يجيها اليوم هذا ونرفع علم ديرتنا هذه، والحمد لله يعني هالبطولة هذه ما جت عن فراغ، جت عن جهد يعني سعينا ان نشارك بطولات احتكاك ونروح معسكرات في منتخب مصر ابطال عالم، والحمد لله يعني واشكر شكر خاص الى الشيخ احمد الفهد، لانه هو رئيس اللجنه الاولمبيه اللي سهل لنا ان على ان يدفع لنا النفقه ويدفع لنا سهل لنا السفره والترتيبات هناك في القريه، والحمد لله يعني جميل جدا توفقنا وكان حضوره مهم كان لنا في البطوله. فشكر خاص علي. على المستوى الفني شلون مرت ترتيبات دخولك الى البطوله؟ منو الابطال اللي انت واجهتهم وبالتالي انت حصلت؟ وايضا عندك احد زملائك ايضا هو احمد المسفر، البطل احمد المسفر اللي اتمنى له ان شاء الله كل التوفيق، المفترض انه يكون ويانا في برنامجنا العالم هذا الصباح، وهو اللي كان الوصيف لعلي وحصل على الميداليه الفضيه في نفس الوزن اللي هو وزن 67 كيلوغرام لرياضه الكاراتيه. كلمني عن الظروف الفنيه والابطال اللي واجهتهم في الحصول على هذه الميداليه. البطوله اللي كانت بطوله اسيا كانت مجموعتي السعودي ويا الاردني، هذول كانوا اصحاب ميدالية الذهبيه والفضيه في القرعه عندي. نعم البطوله اللي طافت
بآسيا. وكان شيء يعني صعب انك انت تلعب ويا مجموعه هم ابطال واصلين نهائي. فالحمد لله يعني احنا وظروفهم افضل، ما عندهم ايقاف، نفسيتهم افضل، مهيئين بكل شيء. بالضبط. بس انت شعور طيب ان على مديرتك تو اللقاف مرفوع. فهذا يعطيك شيء حافز. تلعب قبل تحت العلم الاولمبي، الحين قمت تلعب تحت العلم الكويتي والنشيد الوطني تسمعه عادل. فهذا يعطيك شيء حافز انك راح يعني تتمنى انك تحقق هالميداليه. ودعوات من توفيق من الله ودعوات اهل الكويت اللي صراحه اللي ما قصروا يعني وياي الحمد لله. لو مو فضل الله ودعوات اهل الكويت لو كان ما وصل هالانجاز هذا. جميل. مباراتك النهائيه كانت مع منو؟ ويا الكازاخستاني. شنو كانت ظروف المباراة مع البطل الكازاخستاني؟ أكيد شيء ضغط، أنت واصل نهائي، هذه لعبة الأخيرة، يا أنت فايز يا هو فايز. رياضة كذي. والحمد لله توفقت أن واحد يهدي أعصابه ويكون تركيزه يكون عالي، والحمد لله تحققت الميدالية هذه. احنا ما نفهم في الامور الفنية خاصة في لعبة الكاراتيه، بس انت لعبة الكاراتيه لان في العاب قتالية كثيرة، هل تصنف هذه الكاراتيه هي اسمها كاراتيه؟ اي نعم. اي لان في العاب قتالية ثانية، فبالتالي هذه هي فيها احتكاك مع الخصم بشكل مباشر. اي نعم. جميل. انت شنو لون الحزام اللي يعني حاصل عليه الان، او الليفل اللي انت ماشي فيه او المستوى؟ انا عندي حزام اسود واحد دان، و بس يعني وقت البطولات ما يعتمد على الأحزمة، يعتمد على أنت شنو مستواك. هذا الحزام بس اللهم أساس أنه حق نفسك بس. البطولة يعتمد على تجهيزك على مستواك الفني. كل بطولة لها ظروفها. بالضبط. جميل. اليوم هذا الإنجاز اللي أنت حققته، القادم من الأيام شنو أقرب بطولة على المستوى الإقليمي المحلي الدولي، وين بتروح؟ والله أكيد كل واحد عينه على ميدالية في العالم، خاصة 2020 في بطولة اليابان اللي راح تدخل الكاراتيه في الأولمبيات العالمية على المستوى العالمي. هذه الأولمبياد الآسيوية اللي احنا الحين خضناها. نعم. لكن راح نتكلم عن الأولمبياد الأم الكبيرة راح تكون في سنة 2020. فبتتكلم انت عن 4 سنوات. انا عارف الأبطال الأولمبيين يلعبون او يتجهزون خلال 4 سنوات كاملة في برنامج كامل. نعم. فهذه الميدالية كل لاعب له العين انه يحقق اي ميدالية فيها. فنفس ما حقق الكابتن فهد الديحاني الذهبية في بطولة البرازيل أولمبيات، فهذا الشعور لا يوصف. واللي صار انه هو للأسف كان الإيقاف موجود. نعم. يعني ما رفع علم الكويت، فان شاء الله ان شاء الله نتمنى حق لاعبين الكويت ب 2020 ان شاء الله ينرفع العلم هناك ويحققون الميداليات ان شاء الله. ناخذ ايضا اتصال بطعم الفضه وليس بطعم الذهب من زميلك احمد المسفر. نصبح عليك بالخير بطلنا احمد المسفر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصبحك الله بالنور طال عمرك، وصبح على جميع المستمعين الكويت، وصبح على اخوي علي الشطي. نعم. صاحب الميداليه الذهبيه. جميل. احنا راح ننقل تحياتك لزميلك علي الشطي اللي كنا نسولف فيك وحول هذا الانجاز. وجميل احمد انكم وقفتوا على منصه واحده ورفعتوا العلم الكويتي وسمعتوا العلم الكويتي وواضعين ايدكم على هذه الميداليه وايدكم على صدركم وتفخرون بسماع النشيد الوطني وهو يرفرف عاليا في المحفل الدولي. كلمنا عن ظروف مباراتك في هذه البطولة كابتن أحمد. والله لله الحمد. أول شيء يعني أنا إحنا توفقنا لله الحمد، طبعا كنا على قلب واحد وإيد واحدة، ويعني كنا حاطين طموح قدام عيون إن إحنا نحقق ميدالية وإن إحنا مرد فاضين يعني بعد خصوصا رفع الإيقاف، لأن صارت علينا ضغوطات يعني من ناحية التجهيزات شوي، فكان يعني الوقت حد ضيق. و مثل ما انت شايف يعني في منتخبات ما شاء الله يعني كانت تجهز حق البطوله هذه. صحيح. لفتره طويله، وكانت معسكرات ومشاركات بطولات خارجيه، وهدفهم كان كلها الاولمبيات هذه انه ياخذون ويحققون فيها. لكن لله الحمد يوم رفعت الايقاف وكذي واحنا وقفنا هناك، يعني كانوا يطالعون الكويت مثل ما تقول قصه، يعني كانوا يحطون حساب انه الكويت والله بتشارك الحين. صار اختلاف صار وياهم بالمحر. على ذكر كلمة يحسبون حساب، أنا أثناء حديثي مع زميلك علي الشطي قال يعني على المستوى الفني أو على مستوى اللعبة الكويت لها باع كبير خاصة في لعبة الكاراتيه، ولها على قولتهم الكعب العالي في هذه الرياضة. هذا الموضوع على الرغم من الظروف اللي قاعد تمرون فيها، إيقاف، عدم وجود مشاركات رسمية، فبالتالي احتكاكاتك فقط مبنية على
الاحتكاكات المحلية في الدوري، لكن هذا الموضوع شلون قدر يوصلكم انكم ساهمتوا وحققتوا على الرغم من كل الظروف اللي ما كانت في صالحكم؟ أول شيء طبعا صح مثل ما قلت اللي طاف كان هو سبب من الأسباب، يعني عرقلة تجهيز اللاعب أو شيء نفسيا، لأن اللاعب يعني الألعاب الفردية غير الألعاب الجماعية. الألعاب الفردية تعتمد شوي الشخص نفسه، شخص بيحقق مثلا في بطولات ما قدرنا نشاركها كانت مفتوحة، كانت بالنسبة لنا يعني شيء تطور نفسي وبدني، لكن ما قدرنا نشارك. لا الحمد احنا يعني اتفقنا ويا بعض احنا ويا الاخوان ان احنا نجهز وان احنا نسوي معسكر داخلي بيننا وبين نفسنا وكذي على اساس ان نجهز حق البطولة هذه. وطبعا الكويت يعني هي لعبة الكاراتيه، ولا قصورا في باقي اللعبات لعبة الكاراتيه، يعني كل بطولة لها بصمة تاريخية، يعني التاريخ ما ينسى إذا احنا ما ذكرنا هالأمور. جميل. يعني التاريخ ما ينسى، ولله الحمد ان احنا نتوفق في كل بطولة وكل أولمبياد، يعني نحقق مراكز، ولله الحمد يعني احنا هذا طموحنا ان احنا نرفع علمنا فوق، سواء بالإيقاف ولا بغير إيقاف احنا يعني نبي نحقق، وكلار عشان الشعب الكويتي يفرح فينا وفرحتكم الله هي فرحتنا. يعني احمد المسفر، طوكيو، شلون على طوكيو؟ ان شاء الله باذن الله. عاد والله قاعد اكلم امس اخواني اللاعبين وان احنا بنجهز ان شاء الله وان بنتفق على برنامج معين لبطوله طوكيو ان شاء الله، وناويين ان شاء الله ان شاء الله نفرحكم بالذهبيه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله شلون تفرحونهم بالذهبيه؟ عشان تفرحهم بالذهبيه لازم تقصي البطل الذهبيه علي شطي. اي نعم طبعا علي شطي هو انت الحين ما تشوفه زميل كثر ما تشوفه خصم بالنسبه لك، لانه هو اخذ منك المركز الاول صح؟ ولا في وزن اخر؟ إيه لا هو في وزن اخر، لا هو يلعب في وزن 67 طبعا احنا اوزان. اي صحيح. هو يلعب في وزن 67 وانا العب في وزن تحت 84. اي جميل جدا. إيه نعم. ان شاء الله نتمنى لك يا رب كل التوفيق كابتن احمد في القادم من الايام. ان شاء الله نشوفك انت وزميلك علي الشطي واقفين ايضا على منصات الذهب، ما نبي غير الذهب. ان شاء الله. والعوامل النفسيه اللي كانت مرهقه، واحنا نعلم ان اللاعبين يمرون في عوامل نفسيه منها الايقاف وغيرها، الان بما ان الايقاف ان شاء الله والظروف الحين الماشية إن شاء الله في القادم من أيام، والدعم اللي جاء من حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد بالنسبة لبرقيات التهاني هذه اللي وصلت لكم لا شك أنها تعمل دافع، وأيضا الحكومة والقائمين على هذه الرياضة يعلمون علم يقين بأن أنتوا قادرين تحققون كل هذه الميداليات وقادرين تحققون كل هذه الإنجازات، ولكن تحتاجون الدعم والمساندة، فبالتالي إن شاء الله راح يحطون هذا الموضوع في عين الاعتبار. جزيل الشكر لك كابتن احمد، والف الف مبروك لنا احنا قبل ما يكون يعني التهنئه والفوز لك، لنا احنا ككويتيين على هذا الانجاز رفعت راسنا. شكرا احمد. جزاكم الله خير، قواك الله على الاستقبال الطيب. كابتن علي، في نهايه لقائنا نقول لك الميداليه الذهبيه اللي توج الصدر فخر وانجاز، تعلق في أكبر على قولتهم مكان عندك في البيت، وتخلي الكل يشوفها سواء من زملائك ومن أهلك في هذا الموضوع، ودائما الإنجاز ما دام حطيتها قدامك في طوكيو إن شاء الله راح تحقق أيضا ذهبية قادمة إن شاء الله. نتمنى لك يا رب كل التوفيق وإحنا فخورين فيك. عندي كلمة بس فضل. بغيت أشكر دام فضلك، بغيت أشكر عماد بهباني، سيد عماد بهباني على صراحة جهوده ويانا، كان ويانا في السفرة أي شيء، أي يعني قاصر أي شيء ما قصر ويانا، ويعطيه الصحة والعافية. وأشكر كابتن جابر اللي هم كان ويانا حرص أنك يعني على النوم الغليل اللي كانوا ينامونه سيد عماد بهباني وكابتن جابر، أن هالإنجاز هذا ما يجي من إيد فاضي، كنا إيد واحدة. وأشكر هم أخوي عبد الله بلوشي لاعب اللي كان ويانا، ومحمد محمد نسميه إحنا سوزوكي، أن ما حالفهم الحظ أن يحققون ميدالية بهالبطولة هذه، بس هذه بطولة قدامهم، بطولات كذا بطولة، هذه محطة من المحطات، فإن شاء الله الله يوفقهم. يعني اللاعب ما يوقف على بطولة واحدة، عنده أمامه يعني كذا بطولة، فلازم يسعى، وإن شاء الله الله يوفقهم، ومشكورين على هالاستضافة هذه الحلوة. وايد جميل هذا الإنجاز، وإحنا سعيدين فيه كمانة على ما حققته أنت وزميلك أحمد مسفر وكذلك بقية اللاعبين. إن شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في هذه اللعبة إن شاء الله، ونتمنى نشوفك إن شاء الله في طوكيو ماسك الذهبية وعاضها كذي. الله يسمع منك إن شاء الله. شكرا كابتن علي. شكرا.